السلام حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي ريمو تشانل. اليوم غادي نديرو ميني بطبوط اللي كيجيب حشوة اقتصادية وبسيطة ولذيذة لذيذة لذيذة بزاف. فهاد الميني بطبوط المهم غادي نحتاجو في العجينة ديالنا، غنحتاجو الدقيق اللي هو على حسب القياس اللي بغيتي، ماشي مشكل. وغادي نضيفو السيمولينا، السميدة الرقيقة، حتى هي ما كنكثرهاش بزاف، كندير غير شوية. وغادي نحتاجو زيت الزيتون اللي غادي تشوفوا معنا، بجوج معالق ديال زيت الزيتون. وغادي نحتاجو الملحة، واحد شويه ديال الملحة، والخميرة ديال العجينة اللي كنستعملو في الخبز، انا كنستعمل حبيبات، وشويه السكر باش تجينا البطبوط ديالنا يجينا محمر. اذا على بركه الله، هنايا غادي ناخذ الدقيق وغادي نضيفو ليه جميع المقادير اللي قلناها من قبل، وغادي نخلطوهم بالماء الدافئ. وخليكم معايا. هنا العجينه ديالنا وجدات وكتجي رطبه رطبه بزاف. كما كتشوفوا غادي ندلكها وغادي نقطعها دواور صغار، وخليكم معايا. هنا ديجا وجدنا الطاوة اللي غادي نحطو فيها الخبيزات ديالنا، وباش نغطيوهم باش يخبروا لينا. هنا بعد ما سالينا العجينه ديالنا كاملها وحطيناها في الطاوه اللي وجدناها قبل، وغادي نغطيوها وغادي نخليوها تخمر بالماء نوجدوا الحشوه ديالنا. اذا هنا غادي نمروا الحشوه ديالنا اللي هي اختياريه، وتقدري ديري فيها اي حاجه بغيتيها. بالنسبه لي خديت جوج بصلات شرملتهم،
وخديت كفته حتى هي على حسب القياس اللي بغيتي، فمن الافضل تكون غير هاد القياس هذا، وشويه ديال القزبور وشويه ديال المعدنوس مقطعين، وعندنا 4 ديال الدروس ديال الثومه. بالنسبه للعطريه هنا حتى هي اختياريه، كل واحد كيدير العطريه اللي كتعجبو. هنا خدينا الحرقوم البلدي وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، ومن بعد راه ضفت حتى الحرقوم الملون. غادي نجيبو الزيت ديالنا وغادي نخويوها، وغادي نخليوها حتى تشحر واحد شويه، وغادي نبداو بالمقادير ديالنا ونخلطوهم كاملين. وخليكم معايا. من بعد جبنا الخبيزات ديالنا، وبعد ما كانوا خمروا سخنا المقله ديالنا وبدينا كنطيبوهم. هنا بعد ما وجد لنا الميني بطبوط ديالنا، شديتو قطعتو شويه كما غتشوفوا هنايا بعد القياس هذا، جا زوين وهشيش. المهم سلقت جوج بيضات من قبل، وحده حكيتها وبغيت نشوف الا خاصني مازال نزيد الاخرى. وبالنسبه لهنا هذه الحشوه هذه تقدروا تزيدوا لها المايز، انا نسيت ما درتش لها المايز صراحه. ومن بعد كتقدروا تضيفوا الخس، حتى هو كيجي كيعطي منظر غزال. الطريقه هذه اللي كندير انا كيجي في المنظر كيجي غزال. ومن بعد كنساليهم كاملين وكنضيف لهم شويه ديال داك البيض اللي ديجا حكيتو من قبل. وخليكم معايا.